من الاكلات اللذيذه جدا، الاكلات المكسيكيه. خلونا نشوف المكونات بتاعتنا ايه، وايه نوع اللحمه اللي احنا هنحتاجها، وايه نوع الخضار اللي احنا هنستخدمه. اول حاجه اساسيه في الفاهيتا هي الكمون. تاني حاجه هنحتاجها البابريكا. البابريكا من اشهر البهارات اللي بتستخدم في كل تقريبا الاكلات المكسيكاني عشان طعمها وعشان نكهتها. So what is this, Natalie? Paprika. معايا هنا توم بودرة. Garlic. معايا هنا بصل بودرة. Onion. وطبعا لو قلنا الأكلات المكسيكية مش هنستغنى عن التشيلي. Chili powder. طبعا فلفل أسود. Black pepper. ملح. Sea salt. ومعايا آخر حاجة سكر. Sugar. اوكي، ايه نوع اللحمه اللي احنا هنستخدمها في الفاهيتا؟ الفاهيتا محتاجه لحمه تبقى حلوه في الشوي، في نفس الوقت يبقى فيها نسبه دهون. فاللحمه اللي احنا هنستخدمها هنا هي لحمه سكيرت بيف. السكيرت بيف ديت اللي هي بتبقى البطن نفسها، فبيبقى فيها في وسط الانسجه دهون. دي لحمه بتتشوي بسرعه جدا وبتستوي على طول، وطعمها بيبقى لذيذ جدا جدا جدا. ممكن كمان نستخدمها في الشاورما. وفي كمان اللحمه اللي ممكن نستخدمها في اعمال الفاهيتا اللي هي لحمه الفلانك. بس اللحمه الفلانك ما بيبقاش فيها نسبه دهون، فلما بتيجي تتشوي بتبقى لحمه جامده شويه. فانا بحب او بفضل ان انا استخدم السكيرت بيف في عمايل الفاهيتا. الخضار الاساسي لعمل الفاهيتا اللي انا هستخدمه هنا، معايا بصله متقطعه حلقات، فلفل الوان بكل الوانه، فلفل واحده اورنج وواحده اصفر وواحده اخضر وواحده احمر. What is this? Sweet pepper and onion. Sweet pepper and onion. خلونا نشوف مع بعض هنبدأ ازاي. اول حاجة نجهز البهارات اللي احنا هنتبل بيها اللحمة دي. اللحمة دي حوالي كيلو، تمام؟ فخلونا نشوف ازاي هنبدأ نجهز لها البهارات. اول حاجة هستخدمها هنا الكمون. انا محتاجة لمقدار اللحمة دوت معلقتين كمون، معلقتين صغيرين كمون. تاني حاجة هستخدمها بابريكا، محتاجة برضو معلقتين بابريكا، معلقتين صغيرين. معايا بعد كده التوم، هحتاج معلقتين توم برضو صغيرين. وبعدين محتاجة معلقة من البصل الباودر. يبقى كل اللي فات ده كان معلقتين، دلوقتي بقى هنحتاج ايه؟ معلقة. بعد كده التشيلي هنحتاج برضو معلقة منه. هحتاج فلفل اسود. فلفل اسود انا محتاجة بس نص معلقة منه عشان بفرط اللحمة، مش عشان الطعم نفسه. انا مش عايزة استخدم ملح كتير، احنا مش بنستخدم ملح كتير، فهحط نص معلقة بس. لو انتوا عايزين تحطوا اكتر من كده براحتكم، نص معلقة صغير. واخر حاجة حطها هي السكر، هياخد برضو نص معلقة. دي كده كل البهارات اللي انا محتاجاها للحمة بتاعتي. هنقلبهم كده. طبعا في اكياس بهارات جاهزة للفاهيتا ممكن تستخدموها عادي براحتكم، بس انا زي ما قلت قبل كده انا بحب ان انا استخدم البهارات بتاعتي، انا اجهزها بالمقدار اللي انا بحبه. لو في حاجة بحب ازودها، لو في حاجة بحب اقللها. كده اهي البهارات بتاعت الفاهيتا بتاعتنا جاهزة على الاستخدام. هنبدأ دلوقتي بقى نحضر الفاهيتا ازاي. عندنا كذا اوبشن، ممكن ان احنا على شواية نشوي اللحمة لوحدها، تمام، وفي حلة ان احنا بزيت زيتون نعمل الخضار، تمام. بس يعني انا بحب ان احنا الفاهيتا تاخد لحم طعم اللحمة والخضار ياخد طعم اللحمة، فانا بحب ان احنا نعملهم كلهم مع بعض. لو مش متوفر عندنا الشواية دي، تمام، ممكن اي شواية كهرباء او ممكن طاسة كبيرة. ممكن ان احنا برضو زي ما احنا هنرش رشة زيت زيتون ونبدأ ان احنا نشتغل، فممكن برضو تتعمل في طاسة كبيرة. هشغل النار. انا هستخدم الوش، مش اللي هو الوش الشواية، لا هستخدم الوش العادي. هحطها كده، وعايزين نار هادية، مش عايزين نار عالية قوي. اول دلوقتي ما الشوايه بتاعتنا بدات تدفى، هرش رشه زيت زيتون كده. وهبدا ان انا احط الخضار بتاعي واحده واحده.
بعد ما حطيت الخضار بتاعي كله كده هجيب اللحمه وابدا ان انا احطها فوق الخضار. طبعا انا هساوي اللحمه على الشواية بعد كده، بس عايزه الاول ياخدوا من طعم بعض. وهبدا ارش من الخلطه بتاعتي كده على اللحمه، بايدي كده هبدا اتاكد ان كل اللحمه اخذت بهارات، وهقلبها. هي لما مسكت الدهون دي الميزه في اللحمه السكيرت، لان اللحمه الفلانك ما بيبقاش فيها طبقه الدهون دي، دي كلها بتسيح طبعا وبتدي طعم حلو للحمه مع الفريته. بس طبعا لو حابين انتوا تستخدموا الفلانك براحتكم، بس هي المشويات بتبقى محتاجه طبعا نسبه دهون يعني عشان يبقى طعم اللحم حلو. هحط برده شويه بهارات وهتأكد كده انها كلها اتبقنت بيها. دلوقتي اهو فصلت الخضار عن اللحمة عشان كل واحد ياخد السوا اللي هو محتاجه، تمام. واهم حاجة اني اخلي بالي الخضار ما يتحرقش. الخضار اول ما بيبقى اوفر كوك يبدأ ان هو يبقى مهري وشكله مش حلو وطعمه مش بيبقى حلو، برضو زي لما يبقى كده فيه حتة كريسبي مع السوا مع طعم البهارات، تمام. فهبدأ ان انا اشويهم كل حاجة لوحدها واخلي بالي من السوا بتاعه. انا بحب الخضار بالسوا ده، فهبدأ ان انا هطلعه. طبعا انتوا لو بتحبوا الخضار يبقى مستوي جامد طبعا حاجة ترجع لكم. في ناس بتحب ان هي تقطع اللحمة حتت صغيرة من الاول مش بعد ما تستوي، وتبدأ ان هي تشويها مع الخضار. طبعا برضو دي حاجة مش وحشة، بتبقى طعمها حلو، بس انا بحب عشان خاطر اللحمة يعني ما تبقاش مستوية جامد. اللحمة دي لو استوت جامد بتبقى بتشد ومتفلة، فافضل ان هي تستوي من برة كويس ومن جوه يعني نسيبها ميديم ويل. بعد ما طلعت الخضار بتاعي دلوقتي بقى هبدأ ان انا اسوي اللحمة كده براحتها. اللحمه بتاعتنا تستوي، خلونا لان انا بسويها على نار هاديه خالص عايزاها تستوي كويس من بره وتبقى من جوه ميديوم ويل. فهبدا دلوقتي ان انا اعمل رز مكسيكاني مع الفاهيتا. نبدا نعمله ازاي؟ اول حاجه بنحتاج ان احنا نعملها ان احنا نحمر الرز. معايا هنا حوالي 4 كوبايات رز، 4 كوبايات معياريه رز. هحط عليها حته زبده عشان احمره. عايزينه ياخد لون كده يعني ميال زي الرز بالخلطه كده لما بيتحمر بني شويه يعني مصفر كده. ده شكل الرز بتاعنا اهو بعد ما اتحمر، تمام. هبدا ان انا اقلبه في حله الرز عشان اجهز دلوقتي الشوربه اللي انا هستخدمها في سوا الرز. اهو الرز بتاعي في الحله. طبعا لو ما عندناش حله رز مفيش اي مشكله، في حله تانية نجهز الشوربه بمقدار الرز، كل كوبايه رز حوالي 1.5 كوباية ميه، ونحطها على الحله اللي احنا حمرنا فيها الرز. حطيت اهي الميه وهسيبها تغلي. اول ما الميه بتاعتي غليت اهي هبدا ان انا اجهز الشوربه اللي انا هسوي فيها الرز. هحط معلقتين توميتو صوص وهنزل باقي البهارات اللي انا تبلت بيها اللحمه بتاعت الفاهيتا، وهحتاج مكعبين مرقه فراخ. طبعا لو عندنا المرقه الكبيره ممكن نستخدم مكعب واحد. هقلب كده عشان عايزه كله يمتزج، عايزه المرقه انها تدوب.
في برضو اكياس جاهزة لبهارات الرز المكسيكاني ممكن ان احنا نستخدمها، بس انا برضو بحب ان انا اعملها واحدة واحدة في البيت. اهي الشوربة بتاعتي جاهزة، المرقة دابت فيها والبهارات دابت فيها وجاهزة يدوب ان انا احطها على الرز. اقلب كده المية مع الرز بتاعي. سيبه ان هو يستوي. اللحمة بتاعتي اهي استوت. وجاهزة ان انا اقطعها واحطها فوق الخضار. اقطعها كده، اقطعها كده شرايح، اقطعها مع بعض شرايح اهي. اهو قطعت اللحمة بتاعتي كده وجاهزة ان احنا نقدمها. دلوقتي هنبدا نجهز لتقديم الفاهيتا بتاعتنا. طبعا احنا لما بنروح اي مطعم بنقدمها في بيقدموها في كاست ايرن، وبتبقى جايه بقى صوتها السيزلينج بيسموه، بيبقى صوتها عالي قوي. نبدأ نحط اللحمة بتاعتنا فوق الوش كده. طيب ما عندناش كاست ايرن وعايزين نقدمها بطريقة حلوة وما نعقدش الدنيا، في صينية اهي يدوب بس هنحط خضار الفاهيتا بتاعنا. هنحط برضو اللحمة اهي فوقيه، يعني مش مشكلة لو مش متوفر عندنا كاست ايرن عشان نقدمه زي المطاعم. نزوق كده بشوية سيلانترو، كزبرة خضراء، بقى نشوف بسرعه كده احنا عملنا ايه النهارده. عملنا خضار الفاهيتا اوكي، والناس الفيجيتيريان ممكن ان هم ياكلوه لوحده، وعملنا اللحمه وتبلناها وشفنا البهارات بتاعتها اوكي، وعملنا الرز المكسيكان. الرز المكسيكان انا نسيت اقول ان هو المفروض بيتحط فيه خضار، حتت فلفل الوان وذره، بس انا عشان البنات مش بيحبوا فيه اي حاجه فعملته من غير الفلفل والذره، او كمان طماطم ساعات بيتقطع فيها. ده ايه الفاهيتاز بيتقدم معاها اللاتس اللي هو الخس
متقطع ومكسيكان تشيز وساور كريم واللي هو الهالابينيو المخلل. اوكي فده يعني من اهم الحاجات اللي بتتقدم مع الفاهيتاس، وده بيبقى عيش تورتيا ملفوف. لما بنروح اي مطعم بنلاقيه ان هو جاي العيش التورتيا اللي هو ده. اوكي بنعمل بيه زي تاكوس بالفاهيتا ونبدا ان احنا ناكلها. ده ايه اللي هنا دوت الشيبس. الشيبس طبعا من الحاجات اللي بتتميز الاكل المكسيكاني جدا. اوكي بتتاكل بايه؟ بتتاكل بالصلصه. ممكن في يوم ربنا يسهل نبقى نعمل صلصه مع بعض. دي بتبقى طم زي طماطم مشويه وبعد كده بتتضرب ويتحط عليها سيلانترو، نبقى نعملها في يوم. ده جواكامولي عباره عن افوكادو عليه طماطم وعليه فلفل وعليه بصل شويه ملح شويه فلفل اسود وليمون. وده بيكو دي جايلو، ده عباره عن طماطم وفلفل وبصل وسيلانترو اللي هي الكزبره الخضراء ولمونة كبيرة معصورة عليها، مفيش لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة فيها. فده كان شكل كل الاكل المكسيكان اللي احنا عملناه النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، كل حاجة حلوة وتجربوها وتعجبكم.